لان ولين جابوا العيد وأسامة يكشف عن عرس جديد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام أسامة مروى بمشاركة العديد من الاستوريات على السناب شات، صرح من خلالها انه هن عم يجهزوا حاليا حالهم لعرس جديد بدبي. على الاغلب فان العرس راح يكون لمرام ونصو. طالعين انا وماما كزدورة رايحين نجيب درس، في عنا عرس قريبا. طيب شو لقيتي درس؟ خلاص انبسطتي بالدرس؟ يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماشي الحال. انت شو اخباركم؟ شو مسوين؟ شو عاملين؟ تمام؟ سارة ايه؟ ومين كمان؟ مين غير زارة؟ سبلاش وزارة؟ اوكي هلا بنشوف. ايضا غيت وسارة رجعوا اليوم لدبي، وعلى الاغلب فان العرس راح يكون بهذا الاسبوع. مالديفز دون اخيرا الامارات راح نخلص البيت صح ولا لا؟ أما لانا ولين فراح يحلوا ضيوف في حلقة أحمد النشيط احذر المشهور، والكل متحمس لحلقة لانا ولين لأنهم دايما بيجيبوا العيد.